يا مرحبا وحياكم الله. انا عارف ان الاطلاله جميله والمشهد الكل يتمناه، لكن اسال الله ان يحققه يا رب الكل مشتاق. رؤيه الكعبه تبعث في النفس طمانينه وراحه وسكينه، ولذلك سبحان الله العظيم تنفتح نفسيتك ومشاعرك وحتى طاعتك لله سبحانه وتعالى تزيد. أنا أحرص على روحة الحرم المكي والنبوي لأسباب. الأولى أعدل البوصلة، بوصلة قلبك إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان في الدنيا يضعف، يكسل، يفتر، يذنب، يقصر، مهما بلغ من الصلاح والتقى. كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. ذهاب المكة أو الحرم المكي والنبوي يعدل هالبوصلة، بوصلتك إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. يعني الذهاب للعمرة سبب لكفارة الذنوب وتكفير السيئات. السبب الثالث، إذا رحت أو ضاقت بك الدنيا أو وجدت في نفسك كرب أو وجدت عندك كرب أو هم أو مرض أو ابتلاء أو دين أو أمورك متكركبة فوق بعض ومحيوس وتحس أنك مشتت وعندك شتات ذهني وما تعرف أنت يمين يسار، أنت صح أنت غلط، إلجأ إلى الله ثم إلجأ إلى بيته. الشيء الرابع، إذا ضاقت بك الدنيا في كل الأحوال احرص على اللجوء إلى بيت الله الحرام، وخاصة إذا استطعت وأنت مكروب أو مهموم أو تريد فعلا إجابة دعائك فعليك بمكان، لكن والله إن الوصول إليه يكاد يكون صعب، وهو الملتزم. الملتزم يقع بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود. هذا المكان قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن وحبر الأمة، قال ما دعا الله فيه امرء إلا استجاب له، كما قال. وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام روي أنه دعا الله فيه، لكن في سند الحديث نظر، لكن وقع هذا لبعض الصحابة وتواترت الأحاديث والآثار والتجارب أن من دعا الله في هذا المكان استجاب له. لكن المكان قد يعسر كثيرا للوصول إليه لشدة الزحام، وأحمد الله سبحانه وتعالى أنه وقع لي مثل هذا، فقد تيسر لي في يوم ما الدعاء عند الملتزم فاستجاب الله جل وعلا لي في وقت أنا أحوج ما أكون فيه إلى إجابة الدعاء.